نعم الذي يأتي امرأته من دبورها هل يلزم غير الاستغفار والتوبة؟ نعم إذا بينه وبين ربه يعني؟ بينه وبين ربه لا ما يلزمه شيء. وإيش بينه وبين الناس مثلا؟ إذا علم الحاكم ماذا يخرج؟ يخرج بينهما إذا خرج الخواص تواطؤ من الطرفين. اي نعم. اما اذا كان مرغمة كانت مرغمة وهو يأتيها رغما فيها فهو يعتبر لوطي فيقتل. الله اذن. تصريح السماء نجمع الاحاديث من لا يهمل اثر. فالساعي إذا إن شاء سلم فسجد وإن شاء لم يسلم وسجد. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العرش أو الكرسي؟ لا ما في حديث كذلك. Thank you.